طيب احنا اتكلمنا عن اللانشون والبسطرمه والاسماك والحاجات المدخنه بشكل عام، وفرقنا بينها وما بين الاسماك والتونه. طيب هنتكلم بقى للحاجات السكريات. هل السكريات لو تناولها بشكل او باخر، يعني القطط والكلاب، هل بيبقى ليها تاثير ان احنا بنسمع انه ما عندوش بنكرياس وحاجات زي كده؟ الكلام ده صح ولا؟ لا طبعا مش حاجه اسمها كده طبعا. ازاي طبعا كان يعني ازاي كلب وقطه يعيش من غير بنكرياس؟ عشان البنكرياس اصلا له وظائف تانية في الهضم، ووظيفه الانسولين اللي هو بيكسر السكريات. طب بيجي لك في العياده ناس بتقول كده؟ طبعا ده بيجي لنا، الاسطوره ديت مشهوره كتير جدا عندنا في العياده، يعني ان هي ان هو الكلب ما عندوش بنكرياس، فدي طبعا مشهوره عندنا جدا في الطب البيطري، يعني مقوله مشهوره جدا عندهم يعني. بس طبعا مفيش حاجه اسمها كده. طبعا البنكرياس بتاع القط والكلب بيبقى ما بيشتغلش بكفاءه زي البنكرياس اللي هو بتاع اللي هو زينا. فبالتالي احنا لازم نقلل ليهم كميه السكر، ليهم ما ياخدوش سكر كتير، عشان السكر عندهم الانسولين مش بيطلع بكفاءه زينا. بس الخطا ده شائع وموجود في العياده والمرضى كلهم فاكرين طبعا الكلاب والقطط ما عندهمش بنكرياس يعني، فطبعا دي طبعا حاجه غلط يعني، مفيش كلام ده. جميل. لكن السكريات بياخدها بس بشكل معقول، بكميات قليله جدا يعني. السكريات لازم ياخدوها بكميات قليله. البعض يستغرب يقول لك ايه ده، القطط والكلاب مالها ومال السكريات، وازاي هتاكل سكريات؟ لا هو مش طبعا مش سكر او حاجه. بس في اكل مثلا ناس بيعملين كيك، عاملين الشوكولاته، بس طبعا الشوكولاته ليها اضرار تانية غير انها فيها سكر. اي حاجه. ففي ناس كتيره في الفاكهه، ففي ناس كتيرة بيدوا سكريات عن طريق مش شرط يبقى سكر بس بقايا فاكهة، بواقي فاكهة مثلا، تفاح، كمثرى، كيك الحاجات دي كلها فكرة البواقي، ان مثلا انا في حتة كيكة هتبوظ، حتة مش عارف ايه، اي بواقي اكل يعني، حلويات او غيره. تمام. في المطبخ، وانه يتناولها يعني القطه والكلب، ايه رايك انت في الفكره دي؟ لا طبعا فكره غلط. ليه ادي البواقي للقطه والكلب؟ يعني الجهاز الهضمي بتاعهم غير الجهاز الهضمي بتاعنا؟ لا هو نفس الجهاز الهضمي. فيعني يعني بواقي يعني، بس بواقي يعني مش معناها انها فاسده يعني، بواقي يعني موجوده يعني. لا انا قصدي على الفاسده، في ناس برضو فاكرين الاكل يعني الاكل الفاسد ده يعني فاسد لينا احنا ومش فاسد للكلاب والقطط. لا مش معقول. ده احنا نشوفها جديد برضو. لكن البواقي العاديه اللي هي تتاكل ممكن. لا بس طبعا ممكن بواقي الاكل عامه، بس بلاش بواقي الاكل اللي هي فيها سكريات كتير. بس طبعا المسبكات ده في بعد كده هنتكلم فيه يعني. ننتقل للسؤال التالي.